من السماء، كل دي صور في عالم المثال تتحول المعاني إلى حس. عالم المثال ده عالم واسع، عالم الخيال ده عالم واسع، ولم يخلق الله عالما أوسع من عالم الخيال. في الغالب الأعم، في الغالب الأعم، لكن ليست قواعد، لكنها في الغالب الأعم على هذه الحال. عالم الخيال تتحول فيه المعاني إلى أجسام في عالم الخيال. يعني مثلا من عالم المثال والخيال، يوم القيامة يأتي الموت في صورة كبش فيذبح، هو الموت ده يعني ده معنى مش جسم، فيأتي الموت في صورة كبش. ولأن عالم الخيال أوسع العوالم وهو مرتبط بالمشيئة، فربنا جعل نعيم الجنة من عالم الخيال. لهم ما يشاءون عند ربهم، كل ما تتصوروا تجدهم، لأن الخيال واسع والجنة واسعة. فعالم الخيال مناسب للدار الآخرة، لأن الجنة أوسع دار، فلا يناسبها عالم إيه الحس اللي احنا عايشينه ده، بل عالم الجنة هو عالم واسع، فتجده مرتبط بالمشيئة. لهم ما يشاءون عند ربهم. والنوم المنام برزخ بين عالم الجنة وبين عالم الحس كمان، يعني في برزخ بين البرازخ. وإن كان عالم المثال برزخ، إلا أنه أيضا برزخ بين برازخ. فكل هذا يدلك على أن الله سبحانه وتعالى خلق عوالم كثيرة واختصرها فيك أيها الإنسان.